الو، ايوه يا سيد. سيد سامعني؟ انت فين؟ الو، ممكن اعرف مين الراجل ده يا مدام؟ بتعملي ايه في شقته؟ ده علي اخويا. اوكي يا علي. وبتنده من جوه دي تبقى امي. الناس اللي شفتهم بره دول عيلتي، ده البيت والحاره اللي انا اتربيت فيها، ودول اهلي اللي سلم منعني عنه. 90,000 جنيه اللي انا سحبتهم من البنك، قلت ان انا جبت بيهم خاتم اللي سألك عليه، كان علشان امي هتعمل عملية قلب مفتوح. اديك شايف، ما معهمش 90 جنيه، مش 90,000 جنيه. طب وسالم دي منعك ليه؟ ده كان شرط يوم ما اتجوزني عشان ينقذني باللي انا كنت فيه. وايه اللي كنت فيه؟ يا مدام استني بس، يا مدام ما ينفعش كده. ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه؟ في ايه؟ استاذ ابو اليزيد بيه، انا نجوى رمضان من طرف ايوه. طب من فضلك استني بره لما اخلص اجتماعي مع الباشا. بره ايه؟ واستنى ايه؟ انت لازم تسمعني. نام، شوفي حاجه تفوقها، شاي، قهوه، اي حاجه. انا مش عايزه شاي ولا قهوه ولا باكينام، انا عندي مصيبه ولازم تسمعني. حاضر حاضر، بسرعه يا باكينام. انا شفتك فيها يا بنت قبل كده، جيتي المحل شكلها كده عندها مشكله. ما تشوف مالها دي. نخلص شغلنا الاول. كنت شربت لها حاجه وفايت من اللي هي فيه. انت مش شامم ريحه الخمره اللي ملت المكتب؟ هو الشغل يعني هيطير؟ اما امر غريب يا اخي، الذوق بيقول لك ليديز فيرست. ليديز وفيرست. انا فجاه لقيته في طريقي، ما اعرفش لاقيه منين، وقبل ما فرمل راح طاير على كبوت العربيه، وقع على الارض. وفجاه لقيت ناس كتير قوي حواليا، رحت راجع مرشدير بالعربية على الكباريه، وكلمك عادل بيه عشان تشوف لي حل. الكباريه اللي انت بتجيلنا فيه كل شوية، ايه انت مش واخد بالك ولا ايه؟ هنشوف حل ان شاء الله، بس انت اهدي كده وعشان تبقي كويسة. باكينام، ورقة وقلم بسرعة، هتكتبي لي مكان الحادثة بالتفصيل، وبكرة ان شاء الله تطلع على الشهر العقاري تعملي لي توكيل عام بالقضايا باسمي عشان اعرف اترفع عنك. حاضر، أنا كتبت لك العنوان. الكباري بقى أنت عارفه يا أخويا. عارفه. تقدري تتفضلي دلوقتي وأستناكي بكرة بالتوكيل. ماشي. قلتك بعافية يا زوق. اتفضلي. طيب يا ابو اليزيد، هفوت عليك بكره عشان نكمل كلامنا. ما اظنش. تحت امرك يا باشا. انا شايف انك مش ممكن تسوقي وانت في الحاله دي، يعني ممكن تعملي حادثه تانيه. تسمحي لي اوصلك في الحته اللي انت عايزه تروحيها؟ ايوه، بس يعني انا عربيتي هسيبها لوحدها كده؟ ما هو انا معايا السواق بتاعي، ممكن يسوق عربيتك ويمشي ورانا ووصلك مطرح ما انت عايزه. ايوه بس انا كده يعني هعطل حضرتك الساعه. لا لا لا، انا خلصت شغلي خالص، ما وريش اي حاجه. ممكن مفتاح العربيه من فضلك؟ ماشي، خلي بالك دي غاليه. طيب حاضر. فعلا خرجنا بعربيته، بس ما وصلنيش على بيتي زي ما قال لي. دخلني على بار اول مره كنت اشوف مكان زيه، استغني اني ما كنتش واعي وكمل عليا. انا خريجه معهد سكرتاريه دفعه السنه اللي قبل اللي فاتت، حبيت واحد زميلي في المعهد، بس هو كان في سنه رابعه لما انا دخلت المعهد. بعد ما اتخرج بسنه جيت الدنيا طلب ايدي من اهلي، هم وافقوا عشان يرتاحوا من مصاريفي.
بعد الجواز بقى اكتشفنا المصيبة. ايه؟ طلع مالوش في الستات؟ اسحب. طلع مالوش في الرجولة ومدمن ترامادول. المهم خدني معاه الكباري اللي هو بيشتغل فيه. الأول كانت حجته قال يعني بيغير عليا وبيخاف يسيبني في البيت لوحدي طول الليل. وبعديها بشويتين اتهموه بسرقة الكيت بتاع الفرقة اللي كان بيصرفه على الهباب اللي بيبلبعه. كملي. وبعدين؟ كان مطلوب مننا نسدد 26,000 جنيه لعماد بيه صاحب الكباريه عشان البيه جوزي ما يتحبسش. ابتديت اشتغل في الكباريه عشان اسدد المبلغ. ايه؟ تفتحي للزباين؟ اسخن شويه. رقاصه. على بال ما جينا نسدد المبلغ بقى ليا جمهور كبير قوي. بقيت بكسب مبلغ محترم. البي جوزي بيستلمه كل ليله بعد ما بقى فجأة مدير اعمال. سكتي ليه؟ كملي. قمت مالك انت بحكايتي وتشغل دماغك بيا دي اصلا؟ ما تشغليش نفسك بيا. كملي انا عايز اسمعك. ايه؟ ضيع وقت؟ مش تضيع وقت قوي. كملي كملي. انا اتعلمت حاجتين في الكباريه. اول حاجه احافظ على نفسي بنفسي عشان ما اكونش جوزي ده في حته تانيه خالص مش داريان بيه. تاني حاجه اتعلمت ده عشان ينسيني صفحه الزباله اللي رماني فيها. وادي اهو بدفع الثمن. صرت مستقبلي هتحبس. طب اشربي اشربي وانسي موضوع الحبس ده خالص. I'm so sorry. انا اسف يا مدام نجوى. العمليه اتعقدت. الولد اللي انت خبطتيه مات واهله عايزين حقه بالقانون ورافضين اي تفاهم. يعني ايه بقى؟ هتحبس؟ ما انا قلت لك ده مش هيحصل. اصبري واسمعي لغايه الاخر. كمل يا متر. الحل البديل ان نجوى رمضان تموت قبل البوليس ما يوصل لها. يومين ولقيته بيكلمني يقولي جهزي نفسك هنسافر قبل ما يقبضوا عليكي. فجأة لقيت نفسي واقفة قدام مركب كبيرة. فهمت انها بتاعته. سافرت معاه. كان احن بني ادم في الكون. لدرجة اني ما بقتش قادرة اصدق نفسي. وقلت جايز. جايز ربنا بيعوضني عن السنين اللي فاتت اللي انا عشتها. وربنا رزقني براجل يعوضني عن الاب والزوج والحبيب. هنا أصلاً